فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. كنا نظن ان مقابله ليسبيرونس ونادي تونغيت السنغالي في التور الاول من مجموعات الشامبيونز ليج وفات بنهايه المقابله، لكن بدع يبدو انه الفريق السنغالي شاد صحيح باش يخترعها بعث مكتوب للكاف حسب ما اعلن على صفحته في فيسبوك يطالب بالغاء البينالتي اللي وقع اعطاها الحكم للترجي التونسي. نحبوا نعرفوا شنو مدى خطوره الحاجه هذه، ولو انه بدعة كما قلت من فريق اصلا ماهوش معروف برشا في افريقيا كان موجود بعد مفاجاته للرجاء البيضاوي. معنا بالتليفون كمال العروسي عضو اللجنه القانونيه في الترجي. استاذ اهلا بك. مرحبا يا اسلام. صافا شنو الامور؟ عايشك ربي فضلك. عايش شويه. بدعة هكا ولا يا استاذ؟ والله تنجم تسميها بدعة، قلت نجم تسميها زوبعة في فنجان، ما نجموش نعطيها حجم. انت يعطيك الصحة، معناها واحد باش يوضح الأمور لل اي باش نحط الأمور في إطارها أستاذ. باش نحط الأمور أستاذ باش نحط الأمور في الإطار نتاعها. برشا تساؤلات جاونا حتى من حبات ترجي يحبوا يطمنوا على الفريق نتاعهم، ماك تعرف. اي بالطبيعة هذا مشروع، معناها أمانة نتصور بكل صراحة كونه معناها انت ماك تعرف الامور تتجاوز الفريق السنغالي اليوم مع الانترنت مع وسائل التواصل الاجتماعي واحد كل، معناها اقل حاجه تعمل صدى كبير، معناها هي كان تشوف حتى منين خارجه يظل الاخوه المصريين معناها معروفين بالمناورات كل ما يتعلق فما ماتش قريب، يظل زاد الاخوه في المغرب التوا ما زالوا ما عداوش حكايه الوداد معناها والقضيه معناها السجا جوريديك اللي صارت. اكثر من هذا معناها يظل حتى تسال المسؤولين معناها في التحكيم اللي هما اقوى مني وخير مني فيما يتعلق بالقوانين التحكيميه، سيتون ديسيزيون معناها تكنيك اللي خذاها الاربيتر ما يمكنش الطعن فيها باي وجه من الوجوه. فهل حتى لو كان نفضوا جدلا اللي هي غلطه؟ حتى اذا كان فرضا جدلا وفرضنا جدلا كوني غلطه، النجم نذكرك اليوم يجيو في قدامي معناها بعض الحالات التحكيميه، معناها فرنسا ترشحت كاس العالم بما صحيح تيريوري مارينا حتى شيء ماك تعرف الاربيتر معناها سوتيران الي لو متر متر البور ما فما حتى شيء معناها خذا ديسيزيون نجم تكون كونتستابل هذا كل نجم يتقبل، انا الحقيقه مانيش مختص في التحكيم. لكن من هنا اللي باش نقولوا معناها كونه فما مراسلات وفما معناها الغاء وفما تغيير نتيجه هذا معناها قانونا غير ممكن بالمره. واضح. لازم فما مختصين في التحكيم، ان اذا كان يراو كونوا الحكم غلط كونوا الحكم واحد يتم معاقبته هذا اذا كان معناها انا قلت لك اذا كان يراو كون الديسيزيون غلط. بالضبط. لكن من هنا كونوا معناها لتغيير نتيجه مقابله معناها قانونا غير ممكن بالمره. معناها كما قلت انت زوبعه في فنجان وفما حتى اختفى ان شاء الله على ممثل تونس. لا انت قلت كانوا الماتش انتهى. تاو مشى على روحهم فما حتى اختار معناها يدولي شويه من الفرقعات العالميه هذيا معناها سالتنا بها في كره القدم. هو ماهوش حتى مفرقعات عالميه السيت اوفيسيال نتاعهم معناها ما هما ما عرفش هو الفريق معناها السنغالي ما نعرفش لشنو يحب يمشي، معناها هو مش متعود بالمنافسات الافريقيه، لكن معناها قلت لك حتى خبراء التحكيم ينجم ياكدوا كلامي هما خير مني كون ديسيزيون تكنيك ما يمكنش فيها الطعن ما فما حتى اي وجه من وجوه الطعن. بالضبط. واضح. معناها نتيجة اللقاء محسومة وفيت على روح الماتش وفيها ما عدا الأوراق صفر كما تعرف يقعدوا هذا، بالنسبة لي نتيجة اللقاء معناها هذا أمر تحسم ونتعداو للجولة الثانية وكاو. أي هو حتى صارت قبل ما في ماتش كانت تفكر الأهلي وترجي في النهائي اللي نجموا يتبدلوا ونجموا يناقشوا فيهم الأوراق، كان تفكر وقتها أزار وقتها. أي أنا قلت لك الأوراق الصفراء يمكن الطعن فيها، لكن تغيير نتيجة لقاء أو تغيير ديسيزيون تكنيك خذاها الأربيتر ما يمكنش. صحيح بالضبط. وكان تتذكر يعني انت ذكرتني في ماتش اللقاء نتاع الزمالك. أي. فما ورقه حمراء اللي خرجت ضد محمد علي برمضان ما كانتش في بلاصتها كان تتذكر. صحيح هاي. وما وقعش تغيير حتى شيء. يستحقها المباركي ظهر لي وقتها. وقعد معاقب محمد علي برمضان. صحيح بالضبط. معناها هذايا معناها في ورقه حمراء اللي اثبتت معناها الصور التلفزيونيه كوني غلط. اليوم ديسيزيون اربيترال تكنيك نجموا نختلفوا فيها صحيحه ولا غالطه. لكن من ما ينجمش كونه معناه الغاء او تغيير نتيجه مقابلة على اساس ديسيزيون خذها الحكم مهما كانت درجه الصحه نتاعها او الخطا نتاعها. واضح. يعطيك الصحه استاذ. حبينا جوست ناخذ رايك في الموضوع ونثبتوا، ولو ان المساله واضحه ما تحتاجش برشا اجتهاد للترجي متعود اكيد بالقضايا كما هكا، ولو ان ما تحتاجش تكون حتى قضيه نتصور في الايام القادمه. شكرا كمال العروسي عضو اللجنه القانونيه
في نادي باب سويقة. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا منال ساسي في الاخراج، شكرا الناصر الساكري في الاخراج الرقمي، هذا محمد باب سعيد المدامينا متربس من معهد الصحافة، اجمل تحيات اسلام المنطقة.